اتكلم بقى. انا انت هيسالك عن الصور ورا ورا سيد تاني سيد ورا سيد تاني بس صور بقى. والله رائع مهندس وزير. انت اكبر منه شويه. لا ورا يا جماعه ورا معلش ورا يا جماعه ورا ده 4 ورا كمان مكتوب عليه من بدري السيد الرئيس. لا دي مش مكتوب عليها. يعني السيد الرئيس مش مكتوب هنا. هات لنا واحده مكتوب عليها. لا مكتوب هنا على مبادره السيد الرئيس. اهلا رمضان. اه شكرا. يلا دي اوت بكام؟ دي اوت ب37.5. دي كيلو ونص ب26.5. السلام عليكم. قسم الانتاج الدجني مدرسه قسم الانتاج الدجني مدرسه. فين المسؤول على القسم هنا؟ اتكلم مع معالي الوزير اتفضل. حضرتك الفيديو ديت بتاعه القسم هنا قسم الدواجن. عندنا عمر سبق التجهيز اللي حطينا في المزرعه. اشتغل في الدوره بتقعد عندي من عمر يوم لعمر 35 يوم من لا سواك. الفراخ ديت فراخ فريش. انا كيلو بكام؟ الفراخ البيضه بنبيعها حضرتك اهي ان شاء الله على الاسبوع الجاي باذن الله نموذج للصف الثالث ثانوي. زينه بالنسبه للتعيين من 30,000 معلم هيتم تعيينهم ان شاء الله. هم بس يخلصوا التدريب اللياقه البدنيه والذهنيه مع قياده الدفاع الشعبي. وبعد ما يخلصوا هذا التدريب اللائق من هذا التدريب او اللي يجتاز هذا التدريب فورا هيستلم العمل ان شاء الله.